السلام عليكم. ضمن المميزات الجديدة في برنامج البريمير برو سي سي 2019 هو إضافة الصدى وأيضا أدوات لتنقية الصوت من الشوائب أو من الأصوات التي في الخلفية. بداية عندنا هذا المقطع اللي فيه صوت وفيديو، أنا أريد أعدل على مقطع الصوت هذا وأضيف له شوية صدى، فأني ما أحتاج أروح على برنامج الأدوبي أوديشن حتى أعدل على الصوت وأضيف له صدى، ممكن أضيفه مباشرة من داخل نافذة الأسينشيال ساوند. بداية راح أروح على الورك سبيس الخاصة بالأوديو، فأضغط على الأوديو مرة واحدة بهالشكل. بعدها تلقائيا راح يفتح لي الأسينشيال ساوند بهالمكان، وبعدها أنا راح أجي أحدد مقطع الفيديو أو الصوت بالتايم لاين، وبعدها أختار نوع الموسيقى أو الصوت. فأنا عندي دايلوج هنا كلام شخص، فأختار دايلوج اللي هو كلامي. بعدها راح أنزل للأسفل وراح ألاقي خيار اسمه ريفيرب، فهذا الخيار إحنا ممكن نفعل عليه صح، وبعدها نشوف الصوت. طبعا بداية أنا سجلت صوت ما يكون فيه صدى، وبعدها راح أشوف كيف ممكن أضيف للصدى. فهذا تسجيل الصوت راح يكون بهالشكل. كيف ممكن تعالج مشكلة الصوت؟ هذا ما في صدى. طيب خلينا نرجع بالبداية، بعد نفعل ريفيرب. طبعا احنا عندنا هنا بريسيت جاهزة، ممكن تختار اي واحدة منها تريدها. مثلا انا اختار الصوت الدافئ، مثلا افعل الخيار هذا، وطبعا عندي هنا الاماونت ممكن اتحكم فيها بالدرجة، فممكن اخليها صفر ما يكون فيها اي تأثير، ممكن ازودها. اوكي خلينا نخليها في المنتصف تقريبا ونشغل. كيف ممكن تعالج مشكلة الصوت؟ الصوت تغير، أنا ممكن أخليها large reflective room. كيف ممكن تعالج مشكلة الصوت المزعج هذه؟ فالصوت يختلف كل مرة على حسب ما تريد أنت. طبعا تختار هنا، مثلا اختار أول خيار. اوكي ممكن احنا نضيف ايضا خيارات ثانية، مثل الخيار انه يكون الصوت اخشن شوية، فاختار خيار هو thicken voice في المكان، ممكن يكون الصوت خشن اكثر. ممكن تعالج مشكلة الصوت، ممكن نضيف له ايضا بعض الامور الاخرى، مثل نضيف الانهانس سبيتش التحسينات على الصوت، واختار النوع انه يكون هو ميل ذكر، وممكن نضيف ايضا ايكولايزر هالمكان، ممكن نضيف واحدة من البريسيت الموجودة هنا مثلا انتركوم، او نختار كمثال هذا الخيار الخاص بالذكر، ونختار تشغيل من جديد ونشوف. كيف ممكن تعالج مشكلة الصوت؟ تمام، هذه اول الخيارات الموجودة عندنا هنا. نجي على الخيار الثاني اللي هو تنقية الصوت. أنا تعمدت أن أشغل المكيف وبعدها أسجل الصوت حتى يطلع صوت المكيف عندي، بعدها أريد ألقي صوت المكيف بعد ما سجلت وكملت، ما أريد أعيد التسجيل من جديد وأطفي المكيف. فأنا عندي ميزة جديدة اللي هي إزالة الصوت المزعج أو صوت الخلفية من التسجيلات. فخلينا نجي نشغل مقطع صوتي ونشوف كيف ممكن نعالج هذه المشكلة بعد ما استمع للإزعاج الموجود هنا. خلينا نشوف كيف ممكن نعالجه بالبريمير فقط. طبعا كل هذا الصوت الموجود هنا صوت المكيف، فأنا أريد ألغيه. فإيش أسوي؟ أحدد أول شيء مقطع صوتي، طبعا بعد ما أختار الأوديو بالأعلى، وبعد أختار دايلوج المحادثة أو الكلام، بعدها أروح على خيار ريبير بهالمكان، وعندي خيار اسمه ريديوس نويز، فأفعل الخيار هذا واستمع من جديد للجزء اللي أنا كنت مشغله. طبعا لا تنسى أنه ممكن تزيد المؤشر من هنا، تنقصه وتزيد على حسب ما أنت تريد وعلى حسب الإزعاج اللي كان موجود عندك بالتسجيل. فخلونا نستمع كيف ممكن نحل هذا الموضوع. خلينا نشوف كيف ممكن نعالجه بالبريمير فقط. حاليا ما عاد اسمع أي إزعاج موجود فيه، طبعا ما عاد الإزعاج اللي هو صوت المروحة حاليا اللي موجودة باللابتوب، فأنا ممكن أزيد بعد وأشوف كيف ممكن يظهر الصوت.
بشوف البريمير فقط. نهائيا ما في اي صوت. لو نزلت شوي من عنده على الاربعة وجربت، شوف كيف ممكن أعجب البريمير فقط. لاحظ معي الصوت موجود، صوت الازعاج، فممكن ازيده بهالشكل، حلينا مشكلتها بدون ما نحتاج برنامج الادوبي اوديشن عندنا بالكمبيوتر. ان شاء الله يكون الفيديو مفيد لكم، واذا استفدتم من الفيديو يا ريت تخلون لايك للفيديو، ولا تنسون عمل اشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.